بترجاكم خسر دم كتير، بترجاكم حاولوا تساعدوا. ليش عم تتطلع هيك؟ عم اتطلع بعيونك وشعرك ووشك. صدقيني فيني ضل ساعات وأنا عم اتطلع فيكي. رح أقوم ساوي شاي. لا خليكي. كأنه أحمر خدودك؟ لا أنت هيك فكرت. لا أحمر عن جد. بعرف بشو عم تفكري لما أطلع بوشك. مثلا إذا لعبتي بشعرك بتكوني مشتتة، وإذا رفعتي حاجب بتكوني معصبة، وإذا حمر خدودك بتكوني خجلانة. بهاي الحالة في كتير شغلات بتعرفها عني، ولهيك ما فيني خبي شي عنك. فيكي جربي. وهالشي بينطبق عليك كمان. طيب قليلي شو بعمل؟ مثلا إذا عقدت حواجبك معناتها في عندك مشكلة وما عم تنحل. وإذا كنت شعبك إيديك معناتها أنت متوتر من شي. وكمان إذا كنت عم تلعب بشعرك كتير معناتها في شي بدك تقوله بس ما عم تقدر، وإذا صرت تحك راسك معناتها هالشي مهم كتير. بدك كمل؟ تمام بكفي هيك، أخذت درسي. بتعرفي بشو عم فكر هلأ؟ بعرف عم تقول وين الشاي؟ يا ترى حزرت؟ برافو عليكي. فريدة بنتي خير، شو اللي صاير؟ فريدة ليش عم تبكي بنتي؟ أي مستشفى؟ عميرا بس ما عم بيرد علي. كم مرة دقيت له من الصبح؟ يعني معقولة ما في حدا منكم بيعرف لوين راح؟ صدقني دورنا بكل مكان بس ما لقينا بنوب ولا حدا شافه. ألو توفى؟ عم تقول ابني توفى؟ أنت متأكد؟ في حدا قتله لابني؟ Thank you.
بترجعك يا رب تساعده، بترجعك ترجعه لابنه سالم، ولا تعيشني بعذاب الضمير، بترجعك يا رب. صار له شي؟ لو سمحتي اهدي شوي. بس طمنيني عنه. عم نعمل كل شي بيطلع بإيدنا، لا تقلقي. بس أنا وعدته وقلت له أنه رح يتعافى ورح يلتقي بابنه. أنا السبب باللي صار، لو ما أجى لعندي ما كان. خلص اهدي. أمير رح يتحمل ورح يطيب كمان. عم تحكي وكأنك ما بتعرفي. ما رح يترك ابنه، أنا متأكدة، ورح تشوفي. إيه؟ والنفس يلي ما بتشكر ربها ما بتكون مؤمنة. بتعرفي شو يعني الشكر بنتي؟ الشكر يعني الاعتراف بالفضيلة، وإنه الإنسان ما ينكر الجميل ويقدر نعمة ربه. ألف حمد وشكر إلك يا رب، وكأني كنت بحلم بس هلأ فقت منه ومو قدراني نام من كتر ماني مبسوطة. كمال جنبي وما سال جنبي، بدي نضل هيك وما نبعد عن بعض أبدا. ما رح نبعد ورح نضل مع بعضنا، وما رح نفترق أبدا، ورح ضل عم تطلع بعيونك الحلوة، ورح ضل هيك لآخر يوم بعمري. بس ما عملت شي بيستحق هذا الكلام. يا ريت لو تشوفي قلبي كنتي عرفتي قيمتك. عمي حكمة اجى لهون وما رح تبقي لوحدك، لهيك خليني روح، بس اذا صار شي اتصلي فيني فورا. بنتي قليلي، كيف امير هلا؟ ما بعرف، الله يحميه. جرحه كبير. عفوا قليلي، شو أخباره ابني؟ بعد شوي رح يطلع الدكتور وبيخبركم كل شي. Oh, my God.
ابني طيب بلكي صار له شيء، ما رح يصير له شيء، مو هيك اختي مليكة؟ خلص اهدي بنتي، خلينا ندعي له، رجاك تساعده يا رب. وليش لهلا ما اجوا هدول الفاشلين؟ جبناه معلم. معناتها انت، انت اللي قتلت ابني. ليش عملت هيك ولك؟ ليش قتلته لي؟ ليش لا قتله؟ صدقني بحلف لك بشو ما بدك اني ما قتلته. وعم تحلف كمان؟ الله وكيلك، مو أنا اللي قتلته يا أخي، صدقني. وبعدين لا تنسى هو ابنك، وأكيد ما رح أعمل هيك. قديم الشرف، شو ما قلت ما رح صدقك. يلا تشاهد على روحك. لا يا أخي لا تقتلني، بحلف لك بشو ما بدك إني ما قتلته. لكن مين؟ ما في غيره، وحتى شفته بعيني. مين هو؟ أحكي بسرعة. أمير، أمير تارهون. خدوه من وشي. يلا تحرك. يا رب رجعوا لابنه بخير. هالولد ما له غير ابوه، لا تخليه يخسره. انا بترجاك، انا بترجاك يا رب. ما نعستي؟ لا. وانت؟ كمان لا، ما بدي نام. ليش؟ ليش لنام؟ واحرم حالي من شوف جمالك. شوفي على شو عم تطلع؟ عم اشكر ربي على اليوم اللي دخلتي فيه على حياتي، وعم احمده على كل يوم انت موجودة فيه. مين؟ ما بعرف. ألو. مرحبا دكتورة، أنا إسراء، عم حاكيك من المستشفى. أنا سكرتيرته للدكتور صدري. خير إسراء، صاير شي مشكلة؟ لا، بس الدكتور صدري طلب مني خبرك إنك لازم تجي بكرة الصبح على بكير. تمام، شكرا لك. صاير شي بالمشفى؟
بده يعني يكون الصبح بكير بالمشفى. مين هو؟ المدير. قصدك صدري؟ طبعا هو، ما كان لازم اسأل. احكي شو اللي صار. امير، هذا الحقير ومشان ينقذ بنتي اجى لعندي بالاول وهددني وسألني عن مكانها، وبهالاثناء ابنك المرحوم فات علينا ونحن عم نتخانق وصار اللي صار، وهداك الكلب فجأة طالع سكينته وغزة ببطنه وبعدين حمل حاله وهرب. هيك لكان، لو كنت بعرف انه هو اللي قاتل ابني ما كنت قتلته بهي الطريقة السخيفة ابدا، كنت ورجيته نار جهنم على الارض وكنت طلعت قلبه وحطيته بين ايدي. احكي شو صار معك، شو عم بتقول انت؟ متأكد؟ والله هذا اللي عرفته يا معلم. وهي الدكتور واقف قدامي هلا وعم يحاكي قرايبينه. فيكن تطمنوا هلا، ما عاد في خطر على حياته. الف حمد وشكر لك يا رب، الف حمد وشكر. الحمد لله يا رب. رح اتصل بأويا وخبرها، بتكون قلقانة، سافرت على إيطاليا لكم يوم. وقت شفنا الممرضات عم ياخدوا دم فكرنا انه صار له شيء. كان عنده نزيف، بس مثل ما قلت تجاوز مرحلة الخطر وما عاد في خوف على حياته. شكرا لك حضرة الدكتور. رح يرتاح الليلة وبكرة بنعمل له فحص مرة تانية مشان نطمن عليه، معافى ان شاء الله. شكرا. أمرك معلم، أنا رح حل هاي القصة، ما رح يطلع من هون عايش، لا تقلق أنت. يا ريتك اتصلتي وعرفتي شو فيه، بجوز الموضوع ما يكون مهم. لو ما كان مهم ما اتصلوا، خليني روح وإلا ما رح يرتاح بالي. خليكن، ما في داعي تجوا معي. ما رح خليك تروحي لحالك، أساسا ما رح نرجع. بس ما سال حبيت هذا المكان. بنرجع بنيجي بعدين، عدي بالسيارة لجيب ما سال. تمام. شو القصة؟ ما فهمت، كأن الدكتورة الوحيدة عنده. حكمت بيك رح يشوف الدكتور، أنا رح روح على البيت وأنتي؟ أنا رح أضل جنبه. أكيد جوعانة بنتي، رح جيب لك شي تاكلي. لا أختي يسلم.
شو هالقصة هي؟ ما كانوا يتركوه لحاله؟ أنا آسفة، أنا آسفة كتير. شوفي، ما عاد بدك تجي معي؟ بتعرف هيك أحسن بلا ما تتضايق. ما صار، خلص بروح وبرجع. ما فيك تروحي. ليش؟ انتبهت بعد ما رجعنا من الاجتماع إنه البنزين خالص وما في كازية قريبة من هون. قلت بس أرجع خالي رأفت بحل القصة، بس نسيت خبره. إيه بس أنا لازم روح المشفى ضروري. ما في شي باص بيمرق من هون؟ حتى لو في، أكيد رح يكون بعيد والبنزين ما بيكفي. جرب حاكي الخال رأفت، بركي بيقدر يأمن لي سيارة. ضروري روح المشفى. ما بعتقد، بس رح جرب. بتوقع انه نايم. خير ابني كمال؟ صاير شي؟ لا 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 تقلق، مو صاير شي ابدا. نارين بدها تروح على المستشفى وما في بنزين بالسيارة. قلت بشوفك إذا كان بتقدر تساعدنا. لا تأكل هم ابني، أنا متعود دايما أترك بدون بنزين عندي بالمستودع. مثل ما بتعرف المكان هون بعيد وبيجوز حدا ينقطع من البنزين. روح على المستودع وطالعه وعبي سيارتك. طيب ماشي، يسلموا. مشي الحال. ايه الحمد لله. رح روح فيق مع سالة. تمام. الدكتور بده ياكي. خير؟ ليكون صاير شي مو منيح. ما بعرف، طلب مني خبرك وبس. يعطيك العافية، الدكتور طلب يشوفني. بأي غرفة هو يا ترى؟ أكيد أنت غلطانة، الدكتور طلع. شو اللي عم بتساوي؟ لا تقربي، اطلعي لبرا. انت اللي رح تطلع لبرا. اطلع، يلا اطلع لبرا. مستحيل، ما فيني اترك ابني هون. رح رجعوا على البيت بكرة، هدول حاولوا يقتلوه بالمستشفى. اسمعوني، لا تخبروا أمير باللي صار، اصحكن، لأنه إذا عرف بالقصة رح يلاحق قليلين الشرف هدينك مشان ياخد حقه. بنتي، مين هدول الرجال وشو بدهم من أمير؟ هدول رجال، واحد اسمه جواهر،
هو بالأساس بيكون هذا حسام، متذكر العنوان مو هيك؟ ألو حسام، ايه أنا اتصلت، عرفت شو صار معنا؟ ايه لا هو بخير وصحته منيح هلا، بس قبل شوي صار شي سيء هون. انت منيح؟ اللي بدك شي؟ بدك روح ونادي لك الدكتور؟ لا انا منيح. طمنتني. حكمة بيك رح يخلص وراء المستشفى ورح تطلع بعد شوي. مي، شربيني مي. يا ربي هالكاسات مانن مناحة بنوب، بعد ما صبيت المي انكبت لأنه هدول الكاسات بجرأة. طيب ماشي، اللي زادوا بالكاسة بكفوني. فيني عبي لك فوقن؟ لا بكفو، شربيني. أوف. رح شربك أنا. شو امتى اجيتي؟ رجعت بالليل. والله بالي ضل عند امير، حكيت حكمة من شوي وطمني عنه وقال لي صحته بخير. هو بخير صح؟ ايه الحمد لله. ليش اجيتي؟ كنتي خليكي عنده مشان يجيت. شو هالحكي، تعبتي حالك على الفاضي. يجيت بايد امينه. يمكن ما تعرفتي عليها لسه. من شوي طعمت جيت أكلاته سنقول خانو ورح نايمه. شكراً إليك ياسمين. مليكة خليني أعرفك، ياسمين المربية الجديدة بالبيت. من اليوم ورايح هي اللي رح تهتم بيجيت، أساساً البنت متعلمة ومعها شهادة بتربية الأولاد، وإنتي خليكي بباقي الشغلات حالياً. ألف مبروك. يبارك فيكي. يلا حبيبي. دكتورة حضرتك مو إجازة اليوم؟ ايه صح هيك، وين الدكتور صدري؟ شفته من شوي بغرفته. تمام شكرا. العفو. كيف صحتك ابني؟ منيح بابا، خوفتنا عليك كتير. عقلي ما عم يستوعب يلي صار. ما فهمت مين هدول؟ بخبرك كل شي بعدين بابا.
رحنا على العنوان وطلع فاضي وما كان في حدا، بس الشرطة عم يدوروا عليه. ليك ابني، إذا في شي ما بعرفه حكي لي، بركي بقدر ساعدك. هدول رجال خطيرين، هدول قوصوا عليك بدون ما يرفلن جفن. يا ترى بشو وقعت حالك؟ ما عم افهم. أنا السبب، كل شي صار معي أنا السبب فيه، بس ما في عندي طاقة لأحكي بهذا الموضوع هلأ بابا. معلش نحكي بعدين. ها؟ ماشي ابني، أساسا رح نروح على البيت لأنه آمن مكان لبين ما يمسكوا هالمجرمين. دكتور، طلبت مني اجي بكير على المشفى. خير شو في؟ في حالة ولادة خطيرة ولازم نتدخل. طيب امتى حددت العملية؟ رح تكون العملية بعد ساعة، جهزي حالك. رح ابعت لك ملف الام وجواته اخر فحص عملته. تمام. أهلا وسهلا. الحمد لله على سلامتك ابني. الله يسلمك. أختي مليكة، خلي سفر يجيب هالأدوية. هلأ بخبره بنتي. الحمد لله على سلامته، الله ستره من هالقصة. بعرف كنت مشغول كتير ولهيك ما اتصلت فيك، بس كان بالي عندك. ما في مشكلة سنقول. ليك خليني أعرفك على هاي الصبية. هاي بتكون المربية الجديدة ياسمين. طلع علي جيت قديش مبسوط وهو معه، حبه لياسمين كتير. ألف مبروك. يبارك فيك. أنا بغرفة المكتب. حبيبي أنت. بالإذن. إيه هلأ أجوا من شوي. لا تاكلي هم، أمير بخير ويجيت كمان. اجت مربية جديدة وعم تهتم فيه. مربية جديدة؟ يعني معقول اطلع يومين من البيت بيتغير النظام كله؟ أكيد هاي سنقول مو هيك؟ شو ما سويت ما عم بقدر انجح، حاسة اني عم بخسر عيلتي وما عم بقدر ساوي شي. شو عم تحكي بنتي؟ أكيد ما رح تخسريهم، متأكدة كل شي رح يكون منيح. رح طالع سنقول من حياتنا وبوعدك بهالشي مليكة. بعرف بعرف بنتي. صدقيني أنا ساكتة هلأ كرمال أخي، بس ما بدي إياه يزعل ويرجع يمرض مرة تانية. لهلأ ما عم بقدر أفهم من وين وقعوا على راسنا سنقول وفريدة. من وقت ما أجوا المشاكل ما فرقتنا. بنتي برأيي لا تحطيهم بنفس الكفة. فريدة ما لها مثل أبدا، قلبها طيب. طمنيني عنك، الجو بارد عندك؟ كل شي تمام، أنا رح روح وأنت ريح حالك. وقفي، لا تروحي. انت منيح، واذا احتجت لشي رح ارجع. مو مشاني، مشان يجيت. ما رح أقدر كون جنبه وأنا بهالحالة، بس إذا أنتي موجودة رح يكون منيح على قليلة لحتى أتعافى. أنا أجيت لهون لأنه يلي عشته كان بسببي أنا، بس هلأ صرت منيح ولهيك ما رح تبي مشان يجيت. إجت مثلت وعملت حالة حنونة وقبلت تتزوجني على أساس مشان ابني، بس طلع كله كذب. طلعت هاي لعبة، حتى هويتها كذبة. أنا
الحمد لله على سلامتك. شوفي جيت، اجت اختك فريدة، حكولي عنك كتير. الف مبروك، بلشت جديد. تعال حبيبي انت. ايه اول يوم وقدرت اتفاهم معي جيت. اهتمي فيه لو سمحتي، ايه جيت طفل كتير حساس. لا تقلقي ابدا، رح تضل عيني عليه دائما. روحي. كأنه بلش ينعس، بس هو ما بينام بهالوقت. عن جد؟ شربته لبن من شوي، بجوز نعس منه. يمكن. عن إذنك. إذنك معي. معقول يستدعوها بيوم إجازتها؟ ألو أختي مليكة، كيفك؟ أنا منيحة بنتي، أنت كيفك؟ وأنا منيحة. أمير منيح بنتي. ليلي ليش رحتي هيك فجأة؟ حكمة بيك سأل عنك وقال ليش ما ضليتي بالبيت؟ هيك أحسن أختي، أنا منيحة، ما في داعي تقلقوا، ورح دير بالي على حالي. الدكتور صدري بغرفته؟ ايه دكتورة، هو بغرفته بس ما بده يشوف حدا بنوب. بعت لي خبر انه ما بده يفوت على عملية الولادة واضطريت اعملها لحالي، يا ترى صاير شي؟ بصراحة اليوم بيكون ذكرى وفاة مرته. عن جد عم تحكي؟ خسر مرته وهي عم تولد، وحتى خسر الجنين كمان. كان يشتغل بضيعة، وقتها اجته ولادة بضيعة تانية، اضطر يترك مرته الحامل بالبيت لحالها ويروح مشان شغله. وبعد ما راح بفترة مرته اجتها أعراض الولادة، وبعدين فهمت. لحظة دكتور. نارين شوفي صاير شي؟ ما خلص شغلك؟ بلا، بس لازم أحكي مع الدكتور صدري، ما رح طول. رح انطر بالسيارة. تمام. شفتي الدكتور صدري؟
طلع قبل شوي ومبين انه مستعجل. ما شاء الله ما عطلع صوت حفيدي. لكن دورت منيح قبل ما شغل عنا، هي دارسة هالشي ومعها شهادات كمان. تعبت كتير للقيتها بس ما في مشكلة. الجو حلو، فيني جهز يجيت واطلع مشي شوي بالحديقة؟ حلوة هالفكرة كتير ياسمين، يلا. منيح جبتيها مشان تساعد مليكة، كانت عم تتعب، وحتى لو ضلت فريدة هون كان رح يكون أحسن. شو عم بيصير؟ هلأ منعرف. أهلا وسهلا. حاولت كتير أحكي معك بعد العملية بس ما رح أخذ من وقتك. جيت لخبرك أنك رح تكملي شغلك بصفة مساعدة رئيس الأطباء بالمشفى. الو، انت نفذت هالمره بس المره الجايه لا. انت اخذت روح ابني وانا ما راح ارحمك، وهلا استنى حسابك. ابن مين؟ شو عم تحكي؟ انت بتعرف منيح انا عن شو عم بحكي. العين بالعين، وانتقام ابني راح اخده من ابنك انت اذا فكرت تلمسه لابني. لا تحكي حكي اكبر منك، واذا سالتني ليش رح قلك لأنه ابنك جنبي داخله كتير من القعدة بالبيت، فطلعته لحتى يغير جو. شو صار؟ الربط لسانك؟ ها؟ لو كنت مكانك كنت رحت وتأكدت إذا كان الولد بالبيت فعلا. شو صار؟ حبيت المفاجأة؟ يجيت